بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني هذا موقع الانفجار الذي حدث اليوم بأجياد المصافي. ولله الحمد باشرت القوات الامنية بتوفيق من الله عز وجل وداهمت وكر الارهابيين باذن الله وتوفيقه تم القضاء عليهم واللهم لك الحمد. هذا اثار الدمار يا اخوان. جزا الله رجال الامن عنا كل خير ورحم الله والديهم في هذا صائمين ويوم جمعه ويوم فضيل والحمد لله. الو اي خلاص لا الحمد لله يلا Thank you.